يلا 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 حجر ورقة وقص. فزت علي. عديها عديها مرة واحدة. يلا يلا حجر ورقة وقص. لا فزت علي. انتم مش تلعبون؟ شوف يا علي انا فزت على مرته يخدمني يوم كامل. يلا اخر مرة واخدمك يوم كامل. يلا حجر ورقة وقص. لا فازت علي مرة ثالثة. يلا عاد اختمها الله يعينك يا عماد. والله لا سوي لك الهوائي. ايش تبين تسوين؟ ابيك تخدم يوم كامل تسوي كل شيء. طيب ها وش تبين؟ جيب لي مويه. يلا يلا بجيب لك مويه. مويه دافي. عز الله تعذب عماد. هذا المويه ليلى جبت لك. برد ولا حار؟ لا لا زين يا ليلى. والله غيرت بهذل فيه. الحين راح جيب لي تفاح. طيب طيب. كذا الشغل. الحمد لله اني ما لعبت معك. يلا يا ليلى جبت لك تفاح. اعطيك العافية يا عماد. الله يعافيك. راح اقطعها. يوه طيب طيب احطها بصحن ولا لا؟ لا لا حطها بصحن حطها بصحن. يلا يلا. تقول لا حطها بصحن كيف تجي؟ لا 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 تلعبين معي ولا لعب معك. قطعنا التفاحة وكلناها. وين أرسله وين أرسله يا ربي وين وين؟ خلاص عاد خليه يرتاح. ما بخليته أرتاح أبد. بتشغله. يا عماد وينك؟ يلا يلا جاي. أركب. بعد هذا من ضمن الشروط. أركب. إيه بعد فيها ركض. طيب أي أوامر ثانية؟ بعد ليش ما قلتيلي؟ عليك امسك امسك. طيب طيب. إيه هذه الشغلة اللي ما تصلح. شك تلعب معي؟ لا لا انا ما اعرف العب ولا ابي اعرف العب. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد برتقالة ثانية. مصلحة عماد يتأخر؟ لا لا عماد ما يتأخر. يا عماد ايش فيك انت شغلتني؟ تعال بسرعة. يا ليت ما لعبت معك. يا زين الشعور. ايه كلي كلي. حنظر حط الباقي على الطاولة. طيب في شيء ثاني ولا لا؟ ايه ما خلص بعد. الله يعين وشو؟ عماد تورط. روح جيب عنب ابي عنب. طيب طيب. يا سلام الفواكه الحين خلصت. طيب يا ليلى ليش ما تاكلين البرتقال؟ هذا اكلك. انا بتحب عماد. عز الله اني كبت نفسي ليتني ما لعبت. اركض اركض. طيب ها ها جبت لك العنب. والله يا هي شغلتها. الله يعينك يا عماد. في اوامر ثانيه ولا اروح اجلس؟ لا لا خليك واقف. ليه واقف؟ مين من ضمن الشروط؟ انا قلت اليوم كامل اخدمك علي واقف. اللي اول شرط يا عماد اخره نور. اي نور اي ظلام انا بلشت الحين. حطها على الطاولة. طيب طيب. ايش بعد ايش بعد؟ باقي عصير فيت وروح جيب لي. طيب ثاني مرة ما راح العب. فز عليك. عساها ما تطلب شيء ثاني. بسرعة بسرعة لا تمشي شوي شوي. خذي خذي ها سمي. أمسك. ليش؟ حط على الطاولة. كل أغراض على الطاولة ودي المطبخ. لا حط على الطاولة يا عماد. يا ليتني ما لعبت صدق. شباب شواقي لازم أفكر. خلاص ما بقى شيء يا ليلى خليه يروح يرتاح. أنت مالك دخل. طيب وش أسوي الحين أنا؟ راح أرجع العنب بالثلاجة. طيب طيب. إي كذا لازم أجيب الشغل. الحين وش أسوي معاها؟ الله يعين عماد على مشكلته. يلا يا عماد تعال تعال بسرعه عشان في شغل ثاني. وش الشغل؟ رجع العصير بالثلاجة. طيب برجعهم كلهم. لا باقي برتقال. تبين تاكلينه اكيد؟ يا اخوي ما مشغلك اكله ولا ما اكله. طيب بروح احط هذا بالثلاجة. اي شاطر. تراك تعبتيني يا ليلى. انت مالك شغل، تبي تلعب معي ولا لا؟ انت ما تفهمين انا قلت لا ما راح العب. اوف الله يعيني على ليلى. بخليه يرجع البرتقال. ليلى انت قلتي بتاكلين البرتقال. انا قلت لا انا بخليه يوم
كامل عشان يخدمني. طيب ليش ما خليته ياخذها كلها؟ انا كذا كيفي. ها في شيء ثاني؟ ولا البرتقال هذا؟ انا قايل لك من اول. اصوي ساكت رجعه. يا ليلى ترك رفعتي ضغطي. انت موافق على الشروط؟ يلا يلا برجعه. حطه بالثلاجة. طيب طيب. الظاهر انها خلصت. ايش بعد؟ ايش بعد؟ خلاص يا ليلى ترى ما بقى شيء. اي لقيتها. ها وش تبين بعد؟ راح جيب لي كوب حليب. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ما شاء الله عليها، هذه منين تجيب الافكار؟ تبي تطلع معايا علاوي؟ انت وش فيك حطتني براسك؟ عشان العب يا علي. لا يا ليلى انا ما اعرف العبها. خايف تخسر صح؟ ايه يا ليلى انا خايف اخسر وانت قوية بعدين. توبة توبة ما راح المعها مرة ثانية. شوي شوي زين انه يمشي عسى ما يزحف. اركض يا عماد اركض. ها خذي. بسم الله. ها في شيء ثاني ولا بروح انام؟ انت كل شوي تنام، راح راجع الثلاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوي وينفجر. عادي مالك دخل. حط الحرافين. هذا شغل الصح. بحطه بالثلاجه وبروح انام. خلني انا وش افكر فيه. ها لقيتها حل مره قوي. وش القوي هذا؟ الله يكفينا شره يا ليلى. تعال تعال يا عماد. ها وش تمن يا ليلى؟ احنا متفقين صح ولا لا؟ ايه طيب متفقين. راح عاب المسبح وانا بسبح وانا اختي لوجين. لوجين ما تعرف تسبح يا ليلى؟ لا ما يعبي كثير، يعبي شوي. روح عبي المسبح. شوي مو كثير. اذا هو شوي يا عماد عادي عبه. لا وانت عادي عندك عبه. طيب انا ما عندي مشكله، انت ترى كنت موافق على الشروط حقت ليلى، عبه الله يعينك. يا عماد ايش تنتظر؟ طيب طيب بعبيه. بس يا ليلى لا تسبح له جاي. انت مالك شغل. طيب طيب تعالي المسبح جاهز. يلا بروح اغير ملابسي واروح اسبح وانا اختي جيجي. والله يا هي كرفته كرف. يلا يلا على المسبح. ما شاء الله المسبح حلو. يلا يلا اسبح يا علي انت وليلى ولجين. طيب انت كم دخل لجين؟ يلا اسبح. انا ما راح اسبح ما راح اسبح. ما عليك اسبح يا علي. يا ولد يا ولد اسبح. تعال تعال مسكتك مسكتك. يلا 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 تعال عند الشمس عشان يكون المويه دافي. ايوه تعال ايوه شمس ليلى. ان شاء الله هذا اخر تحدي ما راح العب معاه. يلا يلا بسم الله امسكيها. ايوه اعطيها اعطيها شوي 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 لا تخرق ولا شيء. ايوه خليت المس النوايا. الله صح صح صح. لا 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 شيل 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 شيل. طيب 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 جبها جبها بغطيها. بسم الله خلاص خلاص. يلا يلا انا وساوي الحين. اسبحي ماني فاضي لك. والله يا جابت اخرك يا عماد. يا اخوي ما ادري كيف تجيب الافكار هذه. وانت انا بسبح وانت خليك واقف هنا. يلا يلا اتخليك واقف عندها وانا بودي لوجين داخل. اسبحي اسبحي. لا تكبين علي مويه شوي شوي. على كيفي. خلاص انا انسحب ما بيلعب. حنا بين شروط. ماني لاعب مع السلامه بس.